وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. مرحبا بك سيد أحمد. أهلا ومرحبا. بداية، كما تعلمون تظاهرات دعا إليها مقتدى الصدر وافقت عليها كل الميليشيات، كيف تنظرون إلى هذه التظاهرات؟ نعم، أنا أنقل لكم ما ينظر إليه المتظاهرون وكيف قرأ المتظاهرون خطاب مقتدى الصدر ودعوته إلى إقامة تظاهرات أسماها بالمليونية لطرد الاحتلال الأمريكي على حد تعبيره. المتظاهرون ومنذ إطلاق هذه الدعوة كانت مواقفهم واضحة للعيان، واليوم ساحة التحرير فيها لافتات رفعها المتظاهرون يرفضون بشدة المشاركة في أي تجمع وفي أي تظاهرة تدعو إليها أحزاب السلطة والميليشيات المتهمة بقتل العراقيين وقتل ومطاردة النشطاء والمتظاهرين. المتظاهرون اليوم يرفضون هذه الدعوة ويعتبرونها دعوة تأتي في سياق الجهود الإيرانية لطرد النفوذ الأمريكي في العراق من أجل أن تخلو الساحة فقط لنفوذهم ولسياستهم التي يحاولون بسطها في العراق. هذا اليوم ورغم برودة الطقس ورغم يعني هبوب رياح شديدة باردة في بغداد، إلا أن ساحة التحرير شهدت توافد الآلاف من المتظاهرين إلى الساحة، وكانوا يرددون شعارات ترفض النفوذ الإيراني وترفض سلطة الأحزاب وترفض الضغوط والمطاردات والملاحقات وعمليات القمع والاختطاف والتغييب القسري التي تمارسها الأجهزة الأمنية التي تتحكم فيها ميليشيات وأحزاب السلطة. إذن المتظاهرين موقفهم واضح من هذه الدعوة، لأنهم يعدونها دعوة حزبية جاءت يعني من أطراف. تقصد أن الثوار قد فطن الثوار للهدف الرئيس من تظاهرات الصدر، هكذا تقولون سيد أحمد، أليس كذلك؟ لهذا رفضوها؟ بالتأكيد. نعم، هذا الهدف من تظاهرات الصدر واضح العيان ولا يخفى حتى على طفل صغير. هذه الدعوة صدرت من قم وصدرت بتوجيهات المرشد الأعلى وبتوجيهات الخارجية الإيرانية، وكلنا تابعنا تصريحات روحاني وتصريحات الضيف التي أثنى بها على موقف الأحزاب والميليشيات عندما توصلوا إلى قرار داخل قبة البرلمان العراقي يقضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق. هذه التظاهرة هي تأتي لمحاولة إظهار أن العراقيين أيضا يرفضون هذا الوجود الأمريكي، لكن على العكس من ذلك ساحات التظاهر موقفها واضح، موقفها يتلخص بأن هذه الدعوة جاءت لإخراج القوات الأمريكية وإنهاء النفوذ الأمريكي في العراق لاعتبارات إيرانية، ومن أجل تنفيذ ما لوحت به قوات الحرس الثوري الإيراني ولوح به روحاني والخارجية الإيرانية. لذلك هي دعوة مشبوهة، لكننا ورغم هذه المواقف. طيب، لو كانت كما تقولون دعوة مشبوهة سيد أحمد، بما تفسر موافقة الميليشيات على التظاهر مع أنصار الصدر في الوقت الذي كان الصدر دوما يرى الميليشيات على حد وصفه والجميع يعلم أنها ميليشيات وقحة؟ نعم، موقف الصدر تغير تماما عندما نادى المتظاهرون
برفضهم مشاركة التيار الصدري باعتبار أنه حزب مشارك في السلطة ويمتلك وزارات ويمتلك وكلاء وزارات ودرجات خاصة، وأغلب قياداته السياسية هم متهمون ومشاركون بالفساد. وعندما رفع المتظاهرون شعار لا تركب الموجة، يبدو أن هذا الشعار أثار حفيظة وأثار حقد مقتدى الصدر وأتباعه، لذلك بدأوا منذ هذه اللحظة يتربصون بساحات التظاهر. وما حدث في جسر السنك وفي ساحة الخلاني إنما هي كانت مخطط خبيث شاركت به ميليشيات سرايا السلام إلى جانب ميليشيات حزب الله وغيرها من الميليشيات المجرمة التي سفكت دماء المتظاهرين في ساحة الخلاني وفي جسر السنك. منذ تلك الليلة المشؤومة سيطرت سرايا السلام تحت مسمى القبعات الزرق على ساحة التحرير. ومنذ ذلك اليوم شاهدنا باعتبارنا صحفيين نذهب يوميا إلى ساحة التحرير، شاهدنا كيف أن القبعات الزرق سيطروا على المطعم التركي وسيطروا على كل مرافق ساحة التحرير، وبدأوا يغيرون الشعارات وينصبون الخيم من أجل التأثير على سير الحراك الشعبي العراقي. لذلك المتظاهرين ينظرون إلى مقتدى الصدر كنظرتهم إلى بقية الميليشيات وأحزاب السلطة بأنه يحاول استغلال هذا الحراك الشعبي وبالتالي ترويضه لمصالحه الشخصية ولما يتماشى مع مصلحة إيران في العراق. نعم، وضحت الفكرة. الصحفي العراقي أحمد الجميل، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من العاصمة العراقية بغداد، شكرا لانضمامك إلينا.